اهلا بيكم مشاهدينا في كل مكان، يوم جديد وحلقه جديده والاعجاز الطبي. ودايما في الاعجاز الطبي بنتكلم في كل حلقه عن الحاجات اللي بنستخدمها في حياتنا اليوميه ولكن ما بنكونش عارفين اهميتها وفايدتها العظيمه. يعني برضه عاوزين نقول ان ربنا خلق لنا حاجات كتير قوي ونعم عظيمه جدا، ولكن بنستخدمها في حياتنا بشكل اساسي وما بنكونش برضه عارفين اهميتها والفايده بتاعتها. والنهارده هنتكلم عن نبات اساسي موجود معانا في كل بيت، موجود في كل سفرة، بنستخدمه بشكل يومي، بنستخدمه في حاجات كتير قوي، ولكن برضو ما بنكونش عارفين الفايدة والأهمية بتاعته. النهاردة كلامنا هيكون عن الإعجاز الطبي لنبات الجرجير، وبرضو عاوزين نقول مع تطور الزمن ولحد اللحظة اللي احنا فيها دلوقتي والإعجاز الطبي في تطور مستمر عشان يبين لنا عظمة خلق ربنا. والنهاردة يعني لو جينا نتكلم عن الفايدة والأهمية لنبات الجرجير والنباتات الورقية بشكل عام هنقول حاجات كتير قوي. كل ده وأكتر هنعرفه مع دكتور عمرو سلامة، دكتوراه التغذية العلاجية والعلاج الطبيعي. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بك. يعني زي ما قلنا يا دكتور إن إحنا بنستخدم حاجات كتير قوي في حياتنا، وفي حياتنا اليومية بتبقى حاجة عامل أساسي معانا ولكن ما بنكونش عارفين الفايدة والأهمية بتاعتها. فإحنا لو جينا نتكلم عن أهمية وفوائد الجرجير والنباتات الورقية بشكل عام هنقول كلام كتير جدا. طبعا. فخلينا في الأول بس كده بشكل بسيط نوضح للناس إيه هو الجرجير. الجرجير ده يعتبر طبعا زي ما كل المشاهدين عارفين هو نوع من أنواع الخضروات الورقية. تمام؟ تمام. بينتمي للفصيلة الكرومبية زي في خصائصه وكده، يعني بيشبه الخص طبعا في الخصائص بتاعته إن هو نفس الفصيلة يعني. تمام؟ بالخص والخردل والكرنب اللي هي بتنتمي كل ده تبع فصيلة واحدة اللي هي الفصيلة الكرنبية. تمام. ده بشكل مختصر جدا. تمام. طيب ايه بقى الانواع بتاعته؟ عشان برضه احنا عاوزين نوضح للناس ان هو ما يعني مش بيعرفوا يفرقوا. هو الجرجير بالنسبة لهم حاجة واحدة اللي هو بيشتروه، حسبة الجرجير اللي بيشتروها، فعاوزين نبين بس الانواع بتاعته. هو الانواع بتاعته طبعا في انواع كتيرة جدا، بتعتمد الاختلاف النوع من نوع اخر بيعتمد على المكان اللي بيتزرع فيه او المكان اللي بينمو فيه. تمام. التربه اللي بتنمو فيه، الفصل ذات نفسه، يعني في نوع في من الانواع يعني للجرجير النوع الشتوي مثلا، الجرجير الشتوي، في الجرجير المر ده بيبقى طعمه طبعا مر شويه عن بقيه الانواع، لكن الشكل واحد، الشكل تقريبا واحد، بتختلف بس مثلا في سمك الورقه نفسها، الحجم الورقه بيزيد، اللون بيبقى من النوع اللي الاخر، بس واحد بيبقى غامق اغمق سنه من الثاني كده في الدرجه. نقدر نفرق ما بينهم ازاي؟ يعني مثلا احنا عندنا الجرجير، في جرجير اليابسه مثلا. تمام. ده اللي هو المعروف عندنا في مصر يعني. تمام. ده بيبقى ورقته صغيره شويه تمام عن العادي، وبيبقى رفيع خالص. في الجرجير بقى الهندي، الجرجير الهندي ده بيبقى كبير، ورقته تبقى اكبر شويه من وبيبقى لونه غامق شويه. ده الفرق البسيط. في فروقات بقى، يعني هو صعب طبعا المشاهد العادي او الانسان العادي ان هو يبدا يفرق. انما هي المحصله في الاخر ان القيمه الغذائيه تقريبا بتبقى واحده في كل الانواع يعني الفايده الى حد ما بتكون واحده، ما فيش فرق كبير. متقاربه جدا. طيب لو جينا بقى دلوقتي نتكلم عن القيمه الغذائيه للجرجير، واحنا قلنا ان هيبقى في كلام كتير جدا في النقطه دي والفوائد برضه. تمام. نبتدي بالقيمه الغذائيه. تمام. هو بالنسبه لنبات الجرجير، نبات الجرجير بيحتوي تقريبا على، هي اختلف الاراء في الموضوع ده شويه، في موضوع السعرات الحراريه اللي بيحتويها نبات الجرجير. في اقوال بتقول ان هو 18 سعر حراري، في اقوال بتقول ان هي 25 سعر حراري. هي مقربه من بعضها. الشاهد في الموضوع ان هو السعرات الحراريه بتاعته منخفضه شويه، مع ذلك فهو بيحتوي على كميه كبيره جدا من الاملاح المعدنيه والفيتامينات اللي طبعا مهمه جدا 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 في المشاكل اللي بتقابلنا يوميا في موضوع الامراض اليوميه والحاجات دي، وعسر الهضم والحاجات اللي زي كده. له طبعا احنا هنذكرها باستفاضه حاليا، استخدامات الجرجير وازاي نستخدمه والكلام دوت. فما شاء الله يعني الجرجير من النباتات الغنيه جدا بالالياف والاملاح المعدنيه والفيتامينات. ما يمكن تكون برضو يعني هو بياكله وعارف ان هو مثلا بيسهل له عمليه الجهاز الهضمي عنده بس مش عارف السبب، فهو بيبقى محتاج برضه ان هو يبقى فاهم هو الجرجير ده محتوي على ايه، او ايه اللي بيخليه ايه الاسباب الاسباب اللي بتخلي بتساعده ان هو يسهل له عمليه الجهاز الهضمي عنده. طيب جميل جدا. لو جينا دلوقتي يا دكتور نتكلم عن، قبل ما نتكلم في الاستخدامات، عن الفوائد الجرجير الطبيه والتجميليه. تمام. هو
الموضوع نبتدي بالطبية. بالنسبة لنبات الجرجير فيه فوائد يعني لا حصر لها، تمام؟ هنذكر بعض منها، تمام؟ أول حاجة مثلا نبات الجرجير بيساعد في موضوع التخسيس، تمام؟ له دور كبير جدا في، طبعا احنا يعني عايزين عارفين برضو نركز على النقطة دي لأنها بتفرق مع كتير من الناس، بالظبط، فنتكلم فيها بشكل تفصيلي وعارفين أكتر. ان الشعب المصري طبعا يعني بيعاني في نسبة سمنة كبيرة، تمام؟ والناس كتير جدا بتحاول ان هي تعمل حميات غذائية وحاجات زي كده، فهو الجرجير بصراحة له دور كبير جدا في موضوع نزول الوزن او الحميات الغذائية، وموجود معظم الحميات الغذائية فيها لازم يبقى فيها نبات الجرجير ده موجود. طبعا هو بيستخدم ليه في التخسيس؟ لان طبعا زي ما قلت في الاول ان هو السعرات الحراريه فيه قليله جدا، يعني مهما تاكل فيه، تمام، ما يزودش السعرات الحراريه. يعتبر هو من يعتبر اقل خضار موجود فيه سعرات حراريه، تقريبا 18 سعر حراري لكل 100 جرام، فده طبعا يعني القيمه الغذائيه بتاعته ما بيديش طاقه وبيدي احساس بالشبع، بالاضافه الى احتوائه على الالياف. طبعا في كميه الياف كبيره جدا، الالياف دي طبعا بتعمل امتلاء في المعده وكده، فبيساعد. فهو وسيله مهمه جدا للناس اللي هي عاوزه تخس، بالظبط، وبيساعدهم، بيكون عامل اساسي وبيأهلهم ان هم يوصلوا للوزن المثالي اللي هم عاوزين يوصلوا له. ده غير ان بالنسبه هو مضر للبول برضو، بيقلل كميه السوائل اللي في الجسم، تمام؟ فالسوائل الزايده طبعا. ده بالنسبه للتخسيس. هل في حاجه تانية في الفوائد الطبيه؟ طبعا ليه فوائد تمام، كتير جدا، يعني مثلا عندنا من فوائد الجلد. هنكمل باقي الفوائد يا دكتور، بس هنطلع دلوقتي الفاصل ونرجع تاني، خليكم معانا. لسه مكملين معاكم والاعجاز الطبي، والنهارده بنتكلم عن الاعجاز الطبي للنباتات الورقيه بشكل عام ونبات الجرجير بشكل خاص. ويمكن نكون دلوقتي بنتكلم عن الفوائد، عشان ده كان سؤال جاي لنا من الساده المشاهدين، ووقفنا يا دكتور عند الفوائد الطبيه. الفوائد الطبيه عاوزين نكمل بقى، احنا اتكلمنا في نقطه التخسيس في الفوائد الطبيه، عاوزين نكمل باقي الفوائد. تمام. هو طبعا زي ما قلنا قبل كده ان الجرجير فوائد لا حصر لها، هنذكر يعني احنا لو احنا قعدنا طبعا عاوزين حلقات كتير جدا عشان نقول ما احنا فوائد زي ما قلنا الجرجير. في الاول يعني وفي حاجات كتير جدا، ومع ذلك برضو بالظبط، بنلاقي ان اللي بياكل الجرجير مش عارف الفايده مش بتاعته، عارف الفايده بتاعته. هو ممكن يكون عارف فايده او اتنين بس بقيه الفوائد طبعا بالظبط بتبقى كده. مجهوله شويه. احنا تمام. من الحاجات المهمه جدا في الجرجير بيحتوي عليها اللي هي ماده اليود، تمام؟ ماده اليود ديت من اكيد معظم المشاهدين عارفين برضو، في يعني بيبقى في الناس برضو فاهمين شويه ان اليود ده من المواد المهمه جدا لتنشيط الغده الدرقيه، فالجرجير بيساعد على تحفيز الغده الدرقيه بشكل كبير جدا للناس اللي هي الغده الدرقيه بيبقى فيها خمول او كده، فمن الحاجات المهمه جدا يعني فدي حاجه مهمه برضو طبعا. بننبه عليها، ويمكن تكون دي معلومات جديده بالنسبه برضو للساده بالظبط، المشاهدين، ممكن يكون عارف جزء منها لكن مش عارف الفايده الكامله بتاعتها. نكمل بقى دلوقتي الفوائد الطبيه، اتكلمنا عن التخسيس، نكمل باقي الفوائد. احنا قلنا التخسيس، قلنا التخسيس الغده الدرقيه، قلنا في الضغط بيساعد برضو في الضغط المرتفع، بيساعد طبعا في تنزيل الضغط المرتفع، لان هو بيحتوي على ماده، الماده ديت اسمها اللوتين، تمام؟ الماده ديت في ابحاث طبعا، ابحاث كتيره جدا اتعملت عليها، وجدت فعلا ان هي بتقلل نسبه الضغط. ماده ايه يا دكتور؟ اللوتين. اللوتين، تمام. تمام. الماده ده ديت بالنسبه لمرضى الضغط برضو، علشان يبقوا عارفين فوائد الجرجير بالنسبه ليهم. بتساعد جدا في تنزيل الضغط المرضى اللي هم اصحاب الضغط المرتفع يعني. تمام. تمام. طبعا في من الفوائد التانية برضو مرضى السكر لهم برضو لهم نصيب في موضوع الجرجير، تمام؟ بيحافظ طبعا الجرجير بيظبط موضوع الكوليسترول في الدم، طبعا له علاقه برضو بقصه الشرايين والامراض القلب والكلام دوت، بالاضافه الى موضوع السكر، تمام؟ هو بي 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 بيحافظ على الكربوهيدرات اللي موجوده اللي هو الاختزال بتاعها يعني، تمام؟ تمام. ماده الالياف اللي موجوده في الجرجير بتساعد برضو على تنزيل نسبه الكوليسترول اللي موجوده في الدم. وفي طبعا معروف ان في نوعين من الانواع الاحماض الدهنيه اللي موجوده، في نوع ضار وفي نوع غير ضار، تمام؟ الجرجير سبحان الله ان هو بيزود فعلا النوع الغير ضار اللي هو اليودونيستي لايبوروتين، تمام؟ وبيقلل الهايدونيستي لايبوروتين اللي هو النوع الغير ضار. تمام. يعني احنا يعني دلوقتي بنلاقي ان الجرجير علاج في الى امراض حد كتير ما جدا. شامل لكتير من الامراض.
طيب دلوقتي في حاجة تاني في الفوائد الطبية؟ احنا قلنا قلنا احنا اتكلمنا في التخسيس وفي الغدة الدرقية وفي الضغط والسكر. تمام، بيساعد برضو في موضوع القولون عن طريق ان هو بيساعد بينظم افراز العصاره الصفراويه، بيساعد برضو في افراز الافرازات بتاعه الغده اللعابيه والانزيمات بتاعه الهضم وكده، فله دور كبير جدا في الامراض بتاعه القولون في وكده. عملية الهضم. تمام. تمام. طيب بالنسبة بقى، يعني احنا لو كنا برضو نتكلم في الفوائد الطبية فدي عاوزة حلقة لوحدها. بالظبط. نخش بقى على الفوائد التجميلية. بالنسبه للفوائد التجميليه طبعا هو احنا عندنا له كذا دور في كذا حاجه. اول حاجه موضوع الشعر، تمام. الجرجير زي ما قلت ان هو بيحتوي على فيتامينات كتيره جدا، مضادات اكسده، تمام. تمام. من الفيتامينات اللي بيحتويها فيتامين الف، تمام. احنا الساده المشاهدين يعني عارفه ان مثلا الجزر، نبات الجزر مثلا بيحتوي على نسبه كبيره من فيتامين الف، كل المشاهدين عارفين الكلام دوت. تمام. الغريب بقى ان الجرجير بيحتوي على نسبة اعلى، تخيل، من فيتامين الف اكتر من الجزر اللي هو المشهور اصلا بان هو يحتوي على فيتامين الف. ففيتامين الف طبعا دوت عنصر مهم جدا جدا في الحفاظ على وموجود في في الجرجير اكتر. الجرجير. موجود اكتر حتى كمان من الجزر اللي هو المعروف اللي هو المشهور ان هو بيحتوي على فيتامين الف. ده طبعا بيساعد نمو الشعر وقلة التساقط بتاعته، القشرة حتى برضو بي اه بي بي بيظبطها، تمام. ده عن طريق طبعا هو له كذا طريقة، طبعا في مستحضرات كتير جدا موجودة في السوق. زيت الجرجير. بالظبط. وفي ممكن حتى الناس تستخدمه في البيت، تجيب حزمة جرجير مثلا عادية، تمام، تحط عليها تعصرها او كده وتجيب شوية كحول عليها مع شوية مية ورد، بتلاقي احنا كنا عايزين نجيبها النهارده والله، يعني ونعمل بشكل عملي نوضح للساده بالظبط. المشاهدين يعني حتى. لها تمام. فايدة كبيرة جدا في موضوع الشعر. ده بالنسبه لفوائد الشعر. طب لو بالظبط. جينا نتكلم بقى للفوائد عند الرجال بشكل خاص. تمام. هو طبعا معروف برضو ان الساده المشاهدين معروف جدا ان نبات الجرجير له قدره كبيره في موضوع كثره الحيوانات، بيزود طبعا عدد الحيوانات المنويه، تمام، عند الرجال وكده، وبيزود برضو الرغبه الجنسيه، وله دور كبير في العمليه الجنسيه بتاعت عند الرجال يعني بالاخص. طبعا الموضوع ده بيرجع لكذا حاجه يعني. طبعا احنا قلنا ان هو بيحتوي على املاح معدنيه كتيره جدا، فمن من ضمن الحاجات ديت ماده الزنك. الزنك ده طبعا من المواد المهمه قوي في موضوع العمليه الجنسيه والحاجات ديت. برضو ماده اليود اللي احنا قلناها ذكرناها قبل كده، طبعا عارفين اليود برضو موجود بكثره في الاسماك، برضو الاسماك بتزود بتظبط موضوع العمليه الجنسيه. فطبعا احنا عارفين الجرجير برضو الحديد له نسبه كبيره، فيه نسبه كبيره من الحديد، فالحاجات دي طبعا منشطة كبيرة قوي للعملية الجنسية، تمام. تمام. ده بالنسبة عند الرجال. للبشرة بقى. تمام. البشرة برضو الجرجير له استخدامات كتيرة جدا، تمام، للبشرة، وبيساعد قوي في البشرة المتجعدة، تمام، اللي فيها تجاعيدات والكلام دوت. بيساعد قوي فيها لأنه بيحتوي على فيتامين مضادات الأكسدة اللي هي مثلا زي فيتامين اي اللي هو فيتامين اتش وفيتامين سي، تمام. الحاجات ديت مفيده قوي للبشره، بتزود الكولاجين اللي موجود في الجلد، تمام، تمام. وبتدي نضاره للبشره. وفي فايده برضو الناس ما تعرفهاش ان هو ممكن يشتغل على الحروق، تمام، على يعني الحروق على الحروق البسيطه والكلام ده بيشتغل عليها. ممكن ده نجيب بيبقى في شكل زيوت يا دكتور ولا لا، بيبقى برضو الاوراق بتاعته، هو غالبيه استخدام الجرجير بيبقى يا زيت يا الورق بتاعه، ممكن بيطحن مع شويه اوراق فراوله، تمام، وبيستخدم برضو لايه، للجروح والشروخ والحاجات دي البسيطه يعني. تمام. احنا برضو يا دكتور بننوه تاني لسؤال السادة المشاهدين، ماذا تعرف عن فوائد الجرجير؟ واحنا دلوقتي بنتكلم عن الفوائد بشكل تفصيلي، ابتدينا بالفوائد الطبية ودلوقتي انتهينا بفوائده بالفوائد التجميلية. بتاعته بالنسبة للبشرة. زي ما اتكلمنا عن الفوائد واتكلمنا عن الحاجات الإيجابية اللي هو بيسببها للإنسان، عايزين نتكلم عن الآثار الجانبية اللي بيسببها الجرجير لما الإنسان بياكل منه بإفراط أو بيستخدمه بشكل مبالغ فيه. تمام. هو فعلا زي ما حضرتك قلت ان هو الجرجير زي ما له فوائد كتيره جدا لا تعد ولا تحصى، له برضه اضرار، بس الاضرار دي ناتجه عن يعني
الاستخدام الزايد قوي يعني عن ال يعني هو مثلا واحد عارف ان الجرجير الفوائد بتاعته كتير جدا جدا جدا، فخلاص بياكل بقى من غير ما يبقى خايف ان هو ممكن يحصل حاجة. هو برضو المحاذير لاشخاص معينة، مش لكل مش الناس لكل يعني. الناس. الانسان الطبيعي لو عادي، كلب، مفيش مشكلة. لو كلب زي ما هو عايز مفيش اي مشكلة مفيش خالص. مشكلة. هو المحاذير ديت اول حاجة للمرأة الحامل، تمام، ما يستحبش انها تكتر منه، تمام، لان هو بيعمل برضو تنشيط للرحم، ممكن يعمل نزيف او اضغاط او حاجات زي كده، بس الاكثار منه قوي يعني، تمام. يعني حتى المرأة الحامل ممكن تستخدمه في اعتدال وكده، لو خدته باعتدال وكده مفيش اي مشكلة خالص. حتى هو بيساعد في موضوع لان طبعا الحديد والكلام دوت الانيميا، بيظبط الانيميا والحاجات ديت، فممكن استخدامه عادي مش مشكله، انما كثره استخدامه بس الافراط فيه. الافراط فيه. تمام. بالظبط. الحاجه التانيه برضو موضوع لو في حد عنده مثلا التهاب في المثانه، لان هو من الحاجات بيبقى يعني في حرقان شويه، تمام، الجرجير من المواد الحريفه شويه، فالاكسار منه برضو لو في التهاب في المثانه ما ينفعش ان الانسان ده ياكل لكن يستخدمه، ما مش مش بزيادة. بكثره. بالظبط تمام. بالظبط. انا في فايده بس عاوز اضيفها مهمه قوي، الناس تمام. ممكن ما تكونش اتفضل يا دكتور. ما تكونش واخده بالها منها. في موضوع التدخين طبعا، في مشاهدين كتير قوي مدخنين لا حصر لهم يعني، تمام. ربنا ييسر حاله ويقدروا يتغلبوا عن النقطه ديت. إن شاء الله. الجرجير في ابحاث كتيره في ابحاث كتيره اتعملت عليه، وجدوا ان هو في مواد بتقي من سرطان الرئه، تمام، والمريء. السرطان الرئه والمريء احنا عارفين اللي هي من اكتر اخطر الحاجات اللي بتيجي من اللي المدخنين، بتكون ناتجة عن ناتجه عن التدخين. التدخين. فبنصح يعني اللي هو اللي مش ربنا مش مقدره او مش قادر ان هو يبطل التدخين، يتناول الجرجير بكثره شويه، هيساعد شويه، حافظ شويه عن على موضوع سرطان الرئه يعمل ان له شاء الله، وقاية باذن الله، من وقايه موضوع من سرطان السرطانات الرئة. والكلام ده. بالظبط. تمام. ده بالنسبة للفوائد. هل في حاجة تانية في الأضرار أو الآثار الجانبية للجرجير؟ بالنسبة في حاجة برضو اللي هو يعني احنا اتكلمنا للمرأة الحامل، عاوزين نتكلم دلوقتي عن الأطفال أقل من 4 سنين. بالظبط بالظبط. هو برضو فعلا ما يستحبش تناوله بكثرة برضو للأطفال اللي هم تحت 4 سنين، زي ما قلت برضو عشان موضوع اللي هو ايه حراق شوية، تمام، الحريفة اللي في اللي هو لكن برضو نقدر نقول ان هو هياخد كمية اقل من الانسان الكبير. بالظبط. بالظبط. هو كده كده اصلا الطفل له طاقه معينه في المعده او قدره استيعابيه معينه، كده كده مش هيقدر يتخطاها يعني، فهو كده كده مش هيقدر يتخطاها. تمام يا دكتور، احنا الدنيا مكملين كلامنا، بس هناخد الاتصال معانا. استاذة اسماء، سلام عليكم. استاذة اسماء، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي حضرتك. ايوه، كنت انا عندي سؤال بخصوص زيت الجرجير. حضرتك اتعرضت له في عشان انا فاتحه متاخر. تمام زيت يا فندم، الجرجير. اتفضلي. أيوة. اتفضلي اتفضلي. فايدته كده ومدى استخدامه، يعني الكميه قد ايه وحاجات زي كده. تمام تمام فهمت. تمام يا استاذه اسماء، شكرا لحضرتك جدا. شكرا. طبعا من المعروف ان زيت الجرجير، تمام، مشهور جدا في الاسواق، شركات جدا كتير جدا بتنتجه مخصوص عشان الشعر، تمام. احنا عايزين برضو نقدر نفرق ما بين يعني زيت الجرجير الصافي او الخالص، ما بين الزيت الجرجير اللي هيبقى فيه فايده، وما بين فيه زيوت. طبعا حاجات كتير بنشوفها ما هو يعني مكتوب زيت جرجير، لكن هو بالظبط لما نيجي بالظبط. نشوفه بنلاقيه حاجه تانية خالص. هو غالبا طبعا معظم الشركات اللي بتنتج الزيوت ديت بتبقى مش زيت جرجير خالص، تمام، هو بقى في نسبه من زيت الجرجير وفي زيوت تانية، مثلا طب زيت نقدر نقول جوز. النسبه بتكون قد ايه يا دكتور؟ ما هو على حسب، هي طبعا بتختلف من شركه للتانيه، تمام، يعني مثلا ممكن بتتفاوت مثلا بالمية ل 35 كده في لكن مش الحدود اكتر دي. من 35%. لا ما بيزيدش عن كده، لان بيبقى في مجموعه زيوت تانية معاها، يعني لان مثلا احنا زي بنلاحظ الزيت. برضه ان هو بيبقى كاتب زيت الجرجير الخالص. لا دي بتبقى مش مستحضرات بقى للشعر، تمام، هو لازم بيضيف عليه مواد تانية علشان برضو الحفظ بتاعه والكلام دوت، لازم بيضيف عليه مواد تانية عشان برضو الريحة دي حاجة مهمة جدا، موضوع الريحة، لأن هو برضو الريحة بتاعته مش مستساغة قوي، فلازم بيضيف عليه مواد تانية علشان يغطي على الريحة. فهو استخدامه الأمثل يعني لو
لو ممكن احنا نعمله في البيت بيبقى افضل حاجه كمان، يعني افضل من ان احنا نشتريه من بره وكده. ممكن زي ما قلت قبل كده احنا بنجيب شويه جرجير، ممكن حتى نضربهم في الخلاط مع شويه زيت زيتون، تمام، بتلاقي في نتيجه كويسه جدا في موضوع الشعر والبشره يعني. هم ممكن يعملوه في البيت حتى عادي، مفيش اي مشكله خالص، بنضيف بس عليه زيت زيتون وخلاص. طب ده هل نقدر نقول برضو زيت زيتون خالص، بس المهم يكون زيت كويس يعني. تمام، مش اي حاجه. طب نقدر نقول برضو هل الانسان ليه ان هو يقدر لما يجي يستخدم الزيت الجرجير اللي هو عامله او المشتري، هل بكميه معينه ولا هو بيستخدم؟ هي مش موضوع كميه، هي الموضوع فترات استخدام. هو بيستخدم مثلا مرتين في الاسبوع. كل مره في النقطه دي بحضرتك، بس هناخد الاتصال معانا. استاذه فاتن، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي حضرتك. أنا كنت عايزة أسأل بس، يعني هل الجرجير ليه فايدة بالنسبة بيأثر على العظم، على النظر، على الحاجتين دول يعني، على أساس برضو يعني نبقى عارفين. تمام يا أستاذة فاتن، شكرا لحضرتك جدا يا فندم، شكرا. تمام. بالنسبه للسؤال استاذ فاتن، هو زي ما قلت قبل كده، انا قلت اضراره، يعتبر هي دي معظم اضراره، هم ثلاث حاجات، واضراره مع الاستخدام بكثره، تمام. غير كده بقى الامور بتبقى تمام، مفيش اي مشكله خالص. بنتكلم برضه عن الفوائد بتاعته بالنسبه للعظم، بالنسبه للنظر، هل بيكون ليه فوائد للعظم وللنظر؟ لا، هو ما ذكرتش فوائد او استخدامات للعظم. هي اللي ممكن بيفيد فيها موضوع النظر، اللي احتواه على فيتامين الف برضه، لان احنا عارفين برضه ان فيتامين الف مهم جدا في قوه الابصار والحاجات دي. تمام. نرجع للنقطه يا دكتور اللي كنا نتكلم فيها، وهو الكميه اللي بيستخدمها الانسان في الزيت الجرجير نفسه. تمام. هل بيبقى متاح ليه ان هو يستخدم الكميه اللي هو عاوزها، ولا برضه بيكون ليه كميه معينه ما ينفعش ان هو يزود عنها؟ تمام. هو بالنسبه زي ما قلت لحضرتك، بالنسبه لاستخدامه احنا ممكن، هو بس الكميه بتعتمد طبعا على، لو هنستخدمه للشعر مثلا، على المساحه مثلا بتاعه الراس، مثلا من راس كبير او راس صغير، بتعتمد بس على كده. سواء الكميه زادت او قلت شويه مش هتفرق قوي، هي الفكره بس في مرات عدم مرات الاستخدام بتاعته. يعني هو مثلا بيستخدم مرتين او ثلاثه بالكثير في الاسبوع، مش اكتر من كده يعني. ده الماكسيمم. مرتين او ثلاثه في الاسبوع، وتبقى الامور بتاعته زي الفل. تمام يا دكتور. قبل ما ننهي، تمام يا دكتور، هناخد الاتصال ده وهنتكلم في نقطه ثانيه. معانا استاذه ناديه، السلام عليكم. ايوه، ازيك يا استاذ عبد الرحمن؟ الحمد لله يا فندم، اتفضلي حضرتك. انا كنت عايز اسال بس، هو خارج موضوع الحلقه بس ضروري جدا، بالنسبه للجيم بتاع الشباب. اتفضلي حضرتك. هل الاكل اللي بياكلوه زائد عن الحاجه دوت ما يضرش الكبد والكلى والحاجات دي، ولا ايه النظام بالظبط؟ لان انا قلقان على ابني بصراحه. تمام يا استاذه فاتن. تمام يا استاذه ناديه، شكرا لحضرتك جدا يا فندم، شكرا. هي بصراحه سالت سؤال مهم جدا جدا. تمام يعني. الاكل الزايد هو معظم الحاجه، معظم طبعا الشباب دلوقتي متجهه لموضوع الجيم، والجيم ده حاجه كويسه، ماهيش حاجه وحشه يعني. موضوع الاكل ده مش منه اي مشكله خالص، لان هو كده كده الانسان في الجيم بيبذل طاقه زياده، فبالطبع ان هو لازم علشان يعوض الطاقه الزياده اللي هو بيبذلها لازم ياخد كميه اكل اكتر من المعتاد. هي الفكره بس بتتمحور حوالين المشكله في موضوع الحاجات اللي مشهوره قوي بقى لها اضرار كتيره جدا، موضوع المكملات الغذائية. المكملات الغذائيه والحاجات دي، هي دي اللي فيها المشكله، دي اللي ممكن بتضر، لان طبعا باي كميه يا دكتور ولا بكميه؟ لا، بتبقى لها كميات طبعا، في انواع طبعا منها، في انواع يعني هي على حسب شركات برضو يعني، في انواع اللي هي مثلا مركبات الامينو والحاجات ديت، لها استخدامات معينه او كميات معينه، استخدامها الزايد بقى هو ده اللي فيه خطر. انما كاكل صحي ما فيش اي مشكله منه خالص يعني. حتى لو خد خروف. هنكمل كلامنا عن الاكل الصحي وهنقوله بالتفصيل دلوقتي، بس هناخد الاتصال معانا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل حضرتك. معاك الحاج ثروت من عين شمس. اتفضل يا فندم. كنت سمعت بان الجرجير له تاثير على المدخنين، ان هو يقدر يعني يخليهم يقللوا من التدخين او يقلعوا، هل في برنامج معين للاقلاع عن التدخين بوسط التدخين؟ تمام يا استاذ ثروت، احنا هنتكلم في النقطه دي تاني وهنعيدها تاني. تمام. تمام. أنا معلش ما خدتش بالي، أنا آسف. تمام، اتفضل حضرتك. ماشي، شكرا، معلش أنا تعبت الدكتور معايا. العفو العفو يا فندم، العفو.
تمام. هي النقطة اللي اتكلمنا فيها تمام. هي نقطة مهمة قوي، بس أنا قلت الـ الـ يعني الأبحاث اللي اتعملت على موضوع الجرجير والإقلاع عن التدخين، هو مفيش أبحاث بتقول إن هو بيساعد على الإقلاع عن التدخين. إحنا الأبحاث اللي اتعملت بتقول إن هو بيقي من سرطان الرئة والمريء، السرطانات دي اللي هي ناتجة عن لكن موضوع مش الإقلاع، الإقلاع ده حاجة تانية خالص. لا دي قصة تانية لكن خالص. لكن هي ممكن بتعمل له وقاية شوية حتى لو هو بيجرب التدخين. وقاية من أضرار التدخين يعني، وقاية من أضرار التدخين، هو ده دور الجرجير في موضوع التدخين يعني. إنما مش بيساعد على الإقلاع ولا حاجة. نرجع للنقطة بقى، الأكل زايد عن الحاجة، عاوزين نتكلم عن الأكل الصحي، لان هو ممكن برضو يا دكتور يعني هو اللي حضرتك بتقول لو كان هو بيبقى بالزبط محتاج بالزبط. اكل زايد عن المعتاد، ولكن ممكن بياكل اكل مش صحي، بياكل اكل نشويات كتير، بيزود في بالزبط حاجات كتير، بالزبط. عاوزين نتكلم عن الاكل الصحي اللي هو المفروض ياكله. تمام، هو النقطة مهمة جدا، موضوع الاكل التغذية للرياضيين والحاجات دي. اول حاجة لازم نبعد طبعا عن الفاست فود المشهورة قوي، المطاعم والحاجات دي، كل الحاجات دي، كل الاكل يعني. طبعا ناس كتير هتزعل من الموضوع دوت، بس الحقيقه بتقول ان الاكل ده غير صحي بالمره. تمام، احنا بنلاحظ ده فعلا في اليومين دول والفتره الاخيره، بالظبط. ناس كتير بتعتمد على الفاست فود اتجاه كبير جدا وبتستغنى عن وجبات البيت. اتجاه كبير جدا له لموضوع الفاست فود ده، بصراحه هو له خطوره كبيره قوي، لان طبعا المطاعم او الشركات الكبيره ديت بتعتمد في الاول وفي الاخر على الطعم. تمام يا دكتور، احنا معانا اخر اتصال بس. السلام عليكم. الو الو يا فندم، اتفضلي حضرتك. عليكم السلام. الو ايوه يا فندم، اتفضلي حضرتك، حضرتك على الهوا. لو سمحت ممكن اكلم دكتور عمرو؟ اتفضلي يا فندم، الدكتور مع حضرتك. بعد اذن حضرتك يا دكتور، حضرتك افدتنا كتير في فوائد الجرجير، فكنت عايز اعرف العنق بتاعت الجرجير ليها فايده كمان زي الاوراق، ولا الاوراق فايدتها اكتر؟ تمام يا استاذ، تمام، شكرا لحضرتك جدا يا فندم، شكرا. هو بس يا دكتور في 30 ثانيه عشان وقت حلقتنا. تمام، هو اما بنيجي نستخدم الجرجير، هو بيستخدم زي ما يقولوا يعني بيتكلم عن العروق. العروق بتاعته هو كباكج يعني، هو الفايده الاكتر في الـ في الـ في الاوراق. تمام، بس هو استخدام العروق معاه ما فيش منه اي مشكله خالص، لان هي الالياف الاكتر بتبقى موجوده اصلا في العروق. تمام. دكتور عمرو سلامه، نورتنا وشرفتنا، دكتوراه التغذيه العلاجيه والعلاج الطبيعي، شكرا لحضرتك جدا. دي كانت حلقتنا النهارده والاعجاز الطبي، وعاوزين نقول ان احنا بنستخدم حاجات كتير قوي في حياتنا، ولكن ما بنكونش عارفين الفايده والاهميه بتاعتها. والنهارده كلامنا كان عن الاعجاز الطبي لنبات الجرجير والنباتات الورقيه. استنونا في حلقه جديده والاعجاز الطبي. سلام عليكم.